الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. استقيموا يرحمكم الله، استووا تراصوا، صلوا صلاة مودع. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى، وإلى الله عاقبة الأمور. ومن كفر فلا يحزنك كفره، إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا، إن الله عليم بذات الصدور. نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، قل الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. لله ما في السماوات والأرض، إن الله هو الغني الحميد. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر، والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، إن الله عزيز حكيم. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، إن الله سميع بصير. ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى، وأن الله بما تعملون خبير. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل، وأن الله هو العلي الكبير.
الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته، إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين، دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد، وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده، واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. Thank you.
worst thing to do. Look for all. I got together. You got it? Together. Allah. When I find it, Allah. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Part of the blessings of this blessed month of Ramadan, mashallah, we have people that have been searching for the truth on their own, mashallah. We do not do much, mashallah. Most of the shahadas that we receive are individuals and people that have always felt the truth is out there and they have searched on their own. And all we did is just link the dots. That's it. It's just the final closure comes from our final questionnaire and guidance. But mashallah, most of them, they do the work on their own. Their hearts really inclined to find the truth. And as they search, Allah subhanahu wa ta'ala guides them to Islam. May Allah subhanahu wa ta'ala give them steadfastness. Tonight, inshallah ta'ala, we are blessed and honored to have our dear brother Anthony, who has been on the same path and decided, inshallah, tonight that he wants to join the Muslim family. May Allah subhanahu wa ta'ala bless his heart and give him, inshallah ta'ala, patience and steadfastness. Inshallah, you are about to join your larger Muslim family, inshallah ta'ala. So, inshallah, you can repeat after me, Anthony. We're going to start with Arabic and then in English. You say, Ashhadu. Ashhadu. An. La. La. Ilaha. Ilaha. Illa. Illa. Allah. Allah. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Anna. Anna. Muhammadan. Muhammadan. Rasulu. Rasulu. Allah. Allah. I bear witness that there is nothing worthy of worship except Allah. And I do bear witness that Prophet Muhammad may peace and blessing be upon him is Allah's servant and the last of all messengers. Takbir. 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 Allahu Akbar. Allahu Akbar. Welcome to the Muslim family. May Allah subhanahu wa ta'ala bless your heart. So alhamdulillah rabbil alameen. We are all his brothers inshallah ta'ala and the family. So if inshallah allow us to continue the Taraweeh. May Allah reward you. And then after Salah, you can always, inshallah, show your support. Allahumma ameen. Inshallah, the recitation will start with Surah As-Sajda, and there will be a sajda in the second rak'ah, inshallah ta'ala. الله أكبر
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ألف لام ميم. تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أم يقولون افتراه، بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش، ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع، أفلا تتذكرون. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره، ألف سنة مما تعدون. ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم. الذي أحسن كل شيء خلقه، وبدأ خلق الإنسان من طين، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، ثم سواه ونفخ فيه من روحه، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، قليلا ما تشكرون. وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد، بل هم بلقاء ربهم كافرون. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون الله أكبر الله أكبر تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون الله أكبر سمع الله لمن حمده
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. كملوا على طول ولا في استراحة؟ في استراحة؟ طيب. نعم سيدي. فين اخونا حبيب؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ان شاء الله before the khatira starts just would like to on behalf of the Islamic Association of Raleigh to thank our beloved, renowned Sheikh Hassan Saleh for joining us tonight, sponsored by our organization, the humanitarian organization Islamic Relief. Jazakumullahu khayran. May Allah subhanahu wa ta'ala reward you. This has been a great relationship between our masjid and Islamic Relief for many years. Most of your zakah money has been channeled through Islamic Relief throughout all the Muslim world. May Allah subhanahu wa ta'ala reward them for their dedications and commitment to help those who are in need. Allahumma ameen, ameen. So I just wanted to thank Islamic Relief and thank Sheikh Hassan Saleh for being here tonight with us. Inshallah, on your way out, you will have publications and some pamphlets and some brochures to identify and recognize Islamic Relief. You can look it up, inshallah. That's the organization that we deal with for many years, what your zakah goes through. You can look them up online and see what they provide and the services that they provide to the Muslim community around the world. Jazakumullah khairan wa barakallahu feekum. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير المرسلين محمد النبي النومي وعلى أصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله. Can you in the back? Can you guys hear me in the gym? You can hear me. Okay. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. Everyone say قل الحمد لله. الحمد لله we're Muslim. الحمد لله we're alive. الحمد لله we're here in Ramadan. Alhamdulillah, we're here in the last 10 nights. Say Alhamdulillah. Say it from your heart. The praise belongs to Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, we have food in our fridge. Alhamdulillah, we can go to sleep at rest without any concern about what may happen overnight. Alhamdulillah. Alhamdulillah, we can practice our faith and we can come to a masjid that is intact. Say Alhamdulillah. اللهم عني على ذكرك شكرك حسن عبادتك. اللهم عني على ذكرك شكرك حسن عبادتك. اللهم عني على ذكرك شكر حسن عبادتك. Which means what? Oh Allah, help me to remember you, to thank you, and to worship you in the best of manners. Oh Allah, we say this. So let's do it. Tasbih. Subhanallah. Everyone do it. Subhanallah. Let's do tahmid. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Do that with your hands. Let me see your hands. Subhanallah.
الحمد لله. الله أكبر. How did you do that? Ahmed, to you. How do we do that? How did you do that? How did you say what you thought? And how did you move your hands? My brothers and my sisters, you said that. I just gave you a suggestion. I said, do it. I gave you some nasiha. And you did it. You say, Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. How did you do that? How did you make an idea, a thought, into an action? How did you do that? Stop. Tadabbur. Reflect. Look at that picture. And for those of you in the gym, I'm sorry if you can't see it. We had an idea in our prefrontal cortex. From there, it went into our premotor cortex, and we made a plan. And then it went to our primary motor cortex and the upper motor neurons. And then an action potential was propagated to our fingers, and we said, Subhanallah. Say it, Alhamdulillah. Really, say it, Alhamdulillah. When we say, Allah, give us the ability to praise you, it is really something that is given. We have to challenge our assumptions. We have to look deeper. Let's look deeper. Amen. To Q. Ahmed, we're good? Everyone knows your name now. Yes. Okay. As he's pulling this up. Yes. I'm gonna wait a minute here for a second for this. Yes. Okay. So I want you to watch this. It's 30 seconds. Why don't you look at this? Or moves the thumb away from the midline of the hand. What are we seeing? The abductor pollicis brevis. The flexor pollicis brevis. The adductor pollicis. The adductor pollicis. Moves the thumb towards the midline of the hand. The opponent's pollicis moves the thumb into opposition. It pulls the thumb out from the palm and turns the pulp of the thumb to face the palm. This is the motion that allows you to place the tip of your thumb. And that's good. Jazakallah khair. But brother, this is too medical. I came here for Taraweeh. What are you showing me? No. 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 Tadabbur. Reflect. This is not just for the medical minds. If you are an abd, if you are a slave, we are commanded to look, to ponder, to reflect, to look beyond the superficial. Peel the skin away and look deeper. I just told you about upper motor neurons and how you think something and you move something. Now look at your hands, and we're being taught about abductor pollicis brevis, flexor pollicis brevis, adductor pollicis, opponent's pollicis. Who made those muscles? Please tell me. Allah made that. Did we say, Ya Allah, thank you for my opponent's pollicis? But we should have that deep sense of shukr because he gave it to us. Allahu Akbar. Brothers and sisters, look at your hands. Look at them. Look at your hands because these are gifts. Look at them. That's not theoretical. Please look at your own hands. Look at them for a second. These are gifts. 27 bones in this hand, the median nerve, the ulnar nerve, the radial nerve. What amazing gifts, and we should have a depth of gratitude. But you know, brothers and sisters, we don't even know how it works. And we just assume that it just happens. And one of the things that we have to realize is sometimes you say, these are your hands. No. You look at them, these are my hands. No. These are gifts that have been bestowed upon us by our Creator. Allahu Akbar. These are gifts. Really. You just saw it. That wasn't a medical video. That was an Islamic video. That was a sign of ayat. Signs. That look at how amazing our Creator is.
That we have things and gifts that we don't know even how they work. These are on rent. Tadabbar, reflect on that. أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. Do we create or do you create? Is there any question, ya jama'ah? Who creates? What do we read in Surah Al-Haqqa? Halaka anni sultaniya. Where has my power gone? There will be a day when this will be done. And we're sitting in our graves, give me time, just move. And the upper motor neurons aren't firing. But you don't have to think about that then. You could see it now when someone has had a stroke, someone has Parkinson's and a pill rolling tremor, someone has ALS and they're locked in and their body is completely non-responsive and all they could do is blink. We could see that now. Why am I talking about this? We have to understand the depth of the gift that we have. Don't abuse it. Use it and optimize it. We can use our hands to hurt, to maim, to batter, to reach for something bad, to click on a bad site, to write something bad, to text something bad, to flick someone off. But look at your hands again. They're a gift given to you, to me. Think about how we're supposed to use our hands. We're taught the beauty of actually stroking the hand of an orphan, the head, right? It's very physical. Putting the hand on the shoulder of a brother, empathizing, consoling. What is the example of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam? How often did he use the power of touch, right? If you use these gifts, use them in the way that Allah intended them. Spread salam. Afshu salam. Salamu alaikum. Use them, right? These are gifts. Spread it. Use your hand and spread the peace. We're taught that al-yadu al-ulya khayru min yadu al-sufla, right? The hand that's above is better than the hand that's below. Use your hand and donate. Use these gifts. Write something good. Heal. Do shifa. For those of you in medicine, I've talked to people who are surgeons, and they're like, I don't even know how my hands are working. You just watch it. Allahu Akbar. Dhikr, dua. When you're doing dua today, look at your hands and think about your abductor pollicis. Pick up a phone and call your relatives. Silatul arham. Say the shahada. Shadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammad Rasulullah. And that's just our hands. Brothers and sisters, we don't deserve this. Wallahi, we don't even deserve this. But we have been gifted this, and we should have that privilege that Alhamdulillah Allah gave us this gift. And when we look at our hands, you say, Ya Allah, thank you for these hands that you've given us, and let these be tools to be used in your service. Forgive me for not thanking you enough. Let me try to thank you deeper. Let me not abuse my hands and allow them to be instruments of good. Subhanaka Allahumma wa bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa ant wa astaghfiruka wa atubu alayk. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Verily, this gentleman, this brother has opened our hearts and our minds for really an illuminating question of hamd. And Allah subhanahu wa ta'ala said, وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. Verily, even if you want to count the bounties that Allah subhanahu wa ta'ala has given us, we will not be able to count them. I had a brother, you remind me of a brother from Jeddah, Adnan Khan. Poor thing, he lost his nerves from his extremities. And the only finger that kept moving is the one that used to do tahiyat. Allah yafillah, Allah yarhamu. So my name is Abdul Hafid Al Idrisi. I'm here representing Islamic Relief. I have a table outside. If you have any questions regarding our programs, either in the United States or overseas. And before I leave, I just want to say thank you so much for our shiuch. May Allah protect their throats and their vocal cords and their iman and their voices, mashallah, they are
making our hearts, you know, connected to the Quran. جزاكم الله خير and بارك الله فيكم. If you have any questions, I'm outside. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، إن الله كان عليما حكيما. واتبع ما يوحى إليك من ربك، إن الله كان بما تعملون خبيرا. وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، وما جعل أزواجكم الذين تظاهرون منهن أمهاتكم، وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم، وما جعل أدعياءكم أبناءكم، ذلكم قولكم بأفواهكم، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، وكان الله غفورا رحيما. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وأزواجه أمهاتهم، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين، إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا، كان ذلك في الكتاب مستورا. وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم، ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، وأخذنا منهم ميثاقا غليظا، ليسأل الصادقين عن صدقهم، ليسأل الصادقين عن صدقهم، وأعد للكافرين عذابا أليما. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر تحية الله والصلاة والسلام السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه
فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قديرا يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم إن شاء الله تعالى a reminder that tonight The Qiyam will start at 3:45 a.m. 3:45 a.m. Also, the masjid is providing suhoor, inshallah. So right after Qiyam, you can join the suhoor and then you can pray Fajr together, bi-ithnillah. So again, Qiyam is at 3:45 and then it's followed by the suhoor, inshallah, in the multi-purpose hall in the back. If you'd like to contribute to the suhoor and to the iftar on your way out, there is the bucket called
daily iftar. And also we remind you of supporting the masjid as well, inshallah ta'ala. And that's it, inshallah. Just wanted to share with you the qiyam time bi-idhnillahi ta'ala. And then if also for i'tikaf, if you need to stay here for i'tikaf, you can register your name with the security and you can stay overnight, inshallah, throughout the last 10 nights. May Allah subhanahu wa ta'ala accept from you all. Allahumma ameen, inshallah. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى، ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى، سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا، والآخرة خير وأبقى، إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر سمع الله لمن حمده فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون سبحانك اللهم وبحمدك قولك الحق ولك الملك إنما أمرك إذا أردت شيئا أن تقول له كن فيكون بيدك ملكوت كل شيء سبحانك جل شأنك وعظم جاهك ولا إله غيرك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا اللهم اجعل جمعنا مرحوما اللهم اجعل جمعنا مرحوما اللهم اجعل جمعنا مرحوما واجعل يا مولانا تفرقنا من بعده معصوما ولا تدع فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما اللهم ارحمنا بالقرآن اللهم ارحمنا بالقرآن اللهم ارحمنا بالقرآن اللهم تقبل منا الصيام والقيام وتلاوة القرآن اللهم اجعلنا ممن صام رمضان وقامه إيمانا واحتسابا اللهم بلغنا ليلة القدر اللهم بلغنا ليلة القدر اللهم بلغنا ليلة القدر واجعلنا يا مولانا فيها من الفائزين الموفقين يا عفو يا كريم
اللهم إنك تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم اختم لنا رمضان بالقبول واجعلنا من عتقاء شهر القرآن، اللهم اعتقنا من النار واعتق آباءنا وأمهاتنا وأولادنا وزوجاتنا وأحبابنا من النار يا ذا الجلال والإكرام، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في غزة وفلسطين على المحتلين الغاصبين، اللهم انصرهم على المحتلين الغاصبين، اللهم انصرهم على المحتلين الغاصبين، اللهم سدد رميهم، اللهم ثبت أقدامهم وارحم شهداءهم واشف مرضاهم وتقبلهم في الصالحين يا ذا الجلال والإكرام، اللهم عليك بمن حاصرهم وجوعهم وشردهم، اللهم يا قوي يا متين، اللهم عليك بالصهاينة المعتدين يا ذا الجلال والإكرام، اللهم كل إخواننا في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم بارك في هذا المسجد يا أرحم الراحمين وفي رواده ومشايخه ومسؤوليه، وكما جمعتنا بهم في هذه الليلة المباركة في العشر الأواخر من رمضان، فاجمعنا في الجنة مع النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام، وأنت راض عنا. هذا الدعاء ومنك التفضل والإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.